في كل شيء بما في ذلك في السياسة، بل على رأس ذلك في السياسة، باعتبار أن العمل السياسي بالنسبة إلينا ليس كما تخيلت في هذا الصباح، هو يعني لعبة ما نسميه بالدارجة الفيران ديال السويرتي. السياسة التي أراها أمامي إلا من رحم ربك هي السياسة ديال الفيران السويرتي. هذوك الفيران السويرتي لك تعقلوا عليهم، يعني تيكونوا واحد الفار بيض ماشي كحل ماشي رمادي بحال اللي هي العادة، وهذاك الفار بيض هو محبب للإنسان، ما لا يتقزز منها، وتيديروه في واحد دائرة فيها مجموعة ديال الغرف أو الجحور، وكيديروا فيها ظهر ليا شي كل واحد وقيلا كيحط شي حاجة ديال الفلوس، واللي دخلوا الفار في الرقم اللي اختار كيربح، واللي ما دخلوش كيخسر، ولكن هذاك الفار ما مسؤول على والو، ما عارف شنو وقع في العالم، مطلوب منه هو حاجة واحدة، يمشي يختار واحد الغار ويدخل فيه، وهذاك اللي عنده ذاك الغار كيكون ربح والاخرين تيكونوا خسروا والسلام. الا كان هو هذا الشيء، يعني العمل السياسي الذي منذ زمان هو هذا الشيء اللي كيبان لي انا. شي واحد يعني حاضي بغي يدخل الحكومه، يعني كيدير واحد المعارضه ديالو هو خاصه به، وتيحضي باش يحط لاميز في البلاصة اللي غيدخل فيها الفار باش يولي عضو في الحكومة. شي واحد كيتسنى حتى يشوف يعني الربحة من الخسرة باش يكون حتى هو إلى آخره. أنا هاد السياسة لا أفهمها ولا أؤمن بها ولا أريدها، وأسأل الله يعني إن كانت هي هذه سياستنا أن يخرجني منها. احنا السياسة ديالنا الإخوان، احنا ناس يعني وضعنا النهار الأول مبادئ كبيرة بزاف، هي أكبر ما وجد في الأرض، مبنية على دين، وهذا الدين هذا المقتضى دياله في هذا الزمان الإنسان يبذل واحد المجهود باش تحسن الحالة ديال الأمة دياله، ديال الوطن دياله، ديال الدولة دياله، ديال الوطن دياله، ديال الأمة دياله الإسلامية، وإذا كان من الممكن ديال البشرية كلها، لأن نحن لا نريد للبشرية إلا الخير. إن كان فيها الكفار فنحن نرجو لهم الهداية، وإن كان فيها الفقراء فنحن نرجو لهم يعني اليسر، وإن كان فيها يعني الحرب فنحن نرجو لهم السلم. إحنا ما جينا باش ننتقموا حتى من شي واحد. المسلمون عبر التاريخ حملته هداية، وحتى ما كان من حروبهم فقد كان يعني لإزاحة الحواجز بين الناس وبين الدين، أما ما عمرهم لزموا شي واحد يدخل في الدين ديالهم حسب علمي في التاريخ.